www.sudanesesongs.net. امتداد التاريخ الإنساني تلمع أنوار تأبى أن تخبو، لأنها لمعت على الإنسانية بأبهى الأضواء فبددت أشجانها ومست أجفانها بأحلام ساحرة، وهدهدت نفوسها بأنغام آسرة، ثم مضى منها من مضى من عالم الأجسام الزائل، لكن صداها خالد على الأيام والأحداث التي تمضي ثم تنسى. ومثلما تنبت هذه الأرض المعطاءة الأزاهير من بين الأشواك، فإن ذات الأرض الحبيبة الطيبة قد أنجبت أفذاذا متفردين، رجالا ونساء، صنعوا وصاغوا تاريخنا السياسية والفكرية والأدبية والفني، فخلدت أسماؤهم وصاروا أسماء في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لكم في كل مكان. أنا سعيد للغاية أن تشرف برنامج أسماء في حياتنا وتسجل له هذه الحلقات التوثيقية رمز المرأة السودانية الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم التي أحييها الآن. شكرا جزيلا. يعني أنا والله أكرر سعادتي لأنك يعني خصيت برنامج أسماء في حياتنا بهذه السيرة الذاتية المليئة بالنضال والمليئة بالأمثلة التي تحتذى، وهذا ليس بغريب عنك ولا عن أسرتك الكريمة. وأحييك وأحيي الأسرة وأحيي المرأة السودانية الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم. صحيح أنا زي ما ذكرت في الحلقات اللي فاتت تأخر هذا اللقاء أكثر من 14 عاما، وكنا قد بدأنا مباحثاتنا لتسجيل حلقات هذا البرنامج، ولكن خير أن يأتي الآن، ولكل يعني كتاب أجل، مش كده؟ فنحن نحن الآن هذا الوقت هو الذي نسجل فيه أراده الله سبحانه وتعالى. أستاذة فاطمة أحمد إبراهيم، وأنت في هذا النضال المستمر، وأنا بقول الانفعال المستمر لفاطمة أحمد إبراهيم يعني من أجل المرأة السودانية ومن أجل تحقيق المكاسب للمرأة السودانية، نذرت نفسك للعمل الوطني ما في كلام،
في مفصل مهم جدا من مفاصل تاريخ السودان العظيم، ثورة أكتوبر 1964. ثورة أكتوبر 1964 كان للمرأة السودانية دور كبير في هذه الثورة، لكن حوله الكثير من المعميات بصراحة. يعني إحنا ما عارفين، أو الكثيرون لا يعرفون دور المرأة ودور الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم في تلك الفترة في 64، سيما وأنت كنت يعني مررت بفترات قدت فيها المرأة السودانية وتعمقت وتجذرت على نطاق القرى والمدن، يعني وخاطبت المرأة وحاولت تعمل توعية شاملة مع المجموعة الطيبة الكريمة اللي كانت بتعمل معاكم في ذلك الوقت. أنا عاوز تحدثينا عن دور المرأة في أكتوبر، المرأة السودانية ودور فاطمة أحمد إبراهيم. حدثينا ما بقي في الذاكرة من تلك الأيام الخالدات، يعني تتتالى الأحداث في تلك الأيام بصورة كانت سريعة جدا، أو تتالت الأحداث بصورة سريعة جدا. وكيف أنت عشتي ليلة المتاريس، وكيف خاطبتي الجمهور الجزيرة عندما تدفقت تلك الجماهير لحماية ثورة أكتوبر في ذلك الوقت، وكنت بترددي هتاف مشهور كل من يتذكره حول القصح حتى النصر. يعني هذه كلها ذكريات أرجو أن تستدعيها الآن لتحكي لنا تلك الأيام التي لا تنسى. حقيقة الاتحاد النسائي وأنا جزء منه كان مهتم جدا بقضية الديمقراطية في السودان، وكنا باستمرار بنوعي النساء عن خطورة الانقلابات العسكرية المتكررة، ولذلك كانت قاعدة الاتحاد النسائي مهيئة لحماية الديمقراطية في السودان. فأول ما انفجرت جبالة حتى الاجتماعات السرية اللي كانت بتتم للتحضير لها، كنا نحن الاتحاد النسائي ممثل فيها، ما في اثنين ثلاثة. ولذلك ما أن انفجرت الثورة حتى نحن كنا هيئنا النساء حتى ربات البيوت، طبعا الأغلبية ربات البيوت، وده كان القطاع اللي نحن مهتمين به جدا، ربات البيوت على أساس نواعيه، على أساس إنه نحو الأمية معمل وسطه، على أساس إنه نحن نرفع مستوى ثقافته ومقدراته، وخصوصا ثقافتنا الوطنية. ولذلك يعني ما أن انفجرت الثورة حتى خرجت النساء حتى ربات البيوت لأول مرة في تاريخ السودان، فطلعت ربات البيوت اشتركت في ثورة أكتوبر، وبعدين طبعا ما خاف على الإطلاق، تقدم من الصفوف، وكانت أن نحن أصيبت لنا محاسن عبد العال اللي كانت عضو قيادي في الاتحاد النسائي، وانضربت بالرصاص، ولكن الاتحاد اشترك اشتراك فعلي في ثورة أكتوبر. دورك انت كان شنو بالضبط؟ والله انا يعني بالرغم من اني انا رئيسة زي ما قلت لك، يعني مع دور الاخريات طبعا، انا مع دور الاخريات، يعني انا ما بؤمن بأنه اليد الواحدة حتى لو كانت من حديد بتقدر تنجز براها. طيب. ولذلك كنا في الأول اللجنة التنفيذية كلها بتاعتنا ها
هم القادوا الشغل كلنا مع بعض. طبعا بعد ذاك القيادات نتفرج، ممكن نكون مع بعضنا. ولذلك يعني في كثيرات مننا تعرضوا للضريب، تعرضوا، لكن كان دور الاتحاد النسائي واضح، ما في اثنين ثلاثة. من هو اللجنة التنفيذية كان فيها في ذلك الوقت؟ كانت فيها محاسن عبد العالي، هاي توت فيها حاجة كاشف، فيها عزيزة مكي، فيها محاسن جيلاني، فيها لا تنسي والله كان يسيب تبقى شينه ويسخر حاسة. كان حقي أنا أعرف الأسئلة من بدري عشان الأسماء دي، خصوصا أنا بنسى الأسماء تمام. نعم. كانت القيادة حقيقة فيها عدد كبير، وبعتذر للنسيت اسمي، يعني الكبر حصل. الحديث عن الأستاذة المناضلة الجسورة فاطمة محمد إبراهيم حديث ذو شجون. وفاطمة محمد إبراهيم امرأة ملهمة لكل نساء بلادي من خلال تجربتها السرة ونشاطها ومشاركتها في العمل العام على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي. في واقع الأمر تعرفت على الأستاذة فاطمة محمد إبراهيم وكنت طالبة بالثانوي، وكانت لديها مكتبة مهيرة في شارع الأربعين. كنا نأتي من المدرسة ونستلف منها الكتب، وكان ده المدخل الثقافي في القراءة والاطلاع، وكانت تطالبنا بتلخيص الكتب وتناقشنا في محتوى كل كتاب. وكنا يعني في وقتها معجبين بشخصيتها كشخصية قوية، كشخصية مناضلة. قرأنا كل الكتب التي كتبتها، كل المقالات التي كتبت عنها، وانتظمت من خلال تجربتنا وعلاقتنا بها في صفوف الاتحاد النسائي مبكرا ونحن طلاب طالبات الثانوي. وكانت فاطمة أحمد إبراهيم ملهمة بشخصية كمناضلة وكأم وأخت وصديقة، كانت واضحة وصريحة، تناقشنا في كل التفاصيل. هذا من جانب. الجانب الآخر من خلال اطلاعي ومن خلال نشاطي في العمل العام، فاطمة محمد إبراهيم لها بصمة في تاريخ الحركة النسائية السودانية على المستوى الداخلي والعالمي. على المستوى الداخلي كما تفضل كل الذين تحدثوا قبلي عن مساهمتها في ثورة أكتوبر، مساهمتها في تأسيس الاتحاد النسائي. على المستوى العالمي هي كانت عضو في اتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وترأست اللجنة التنفيذية لاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في سنة 91، وأخذت جائزة عالمية نتيجة لنشاطاتها، نتيجة لمقاومتها الأنظمة الشمولية، مناهضتها للاضطهاد، وتاريخ الطويل الحافل بالنضال العام وقضاء المرأة خصوصا، يعني خلاها تكون في مقدمة صفوف المرأة السودانية. هذا من جانب. من جانب آخر على المستوى يعني الاجتماعي، فاطمة إبراهيم لها بصمة في المجتمع، وشخصيتها لها وزن اجتماعي كبير، شخصية يعني لها كاريزما، يعني منذ الحي الذي تسكن فيه مرورا بنشاط العام في الاتحاد النسائي، جمعية ربات البيوت، المناظر السياسية الكبيرة على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي، كانت لها بصمة وشاركت ضمن منظومة المعارضة السودانية في أثمرة والقاهرة، وكانت الصوت العالي دائما في مناقشة قضايا المرأة وقضايا الوطن. وما تميز به فاطمة محمد إبراهيم عن الآخرين، لها نظرة ثاقبة في قراءتها للأحداث. يعني دائما فاطمة، أنا أذكر كنت صحفية في صحيفة الرأي الآخر منتصف التسعينات حتى بداية عام 2000، ففاطمة كانت ترسل من
من موقع إقامتها في لندن وفي أسمرة مقالات وكنت أنشرها، كانت تأتي عبري أنشرها في صحيفة الرأي الآخر. فتنبأت مبكرا بانقسام التجمع الوطني الديمقراطي وخروج حزب الأمة منهم، والقراءة ساقبة لتقييم لنشاط السياسيين. أيضا تنبأت باتجاهات مستقبل التجمع، اتجاهات مستقبل الحركة الشعبية، اتجاهات مستقبل ما يفضي إليه الحل السياسي التفاوضي آنذاك. فدائما فاطمة هي مبادرة، وفي كل منعطف تاريخي هام في تاريخ السياسية السودانية هي لها بصمة ولها مشاركة فاعلة، وكانت شجاعة مصادمة لا تخاف. أيضا شاركت في مجلس اللوردات البريطاني عندما طالب المعارضة السودانية بتقديم مقترحات ورؤى لحل الأزمة السودانية، فتقدم عدد من الموجودين أمام البرلمان ومجلس اللوردات، فقبل مقترح الأستاذ فاطمة إبراهيم. الورقة التي قدمتها وكانت هي المرتكز الأساسي الذي بنى عليه السبيشال انفوي والمبعوث الخاص للسودان ألان غولتي، وتحركت كل المنظومات على ضوء ذلك. فاطمة ظلت هي تقود العمل النسوي والعمل النضالي العام من أي موقع هي وجدت فيه. فاطمة بادرت من خلال وجودها في لندن بإنشاء منظمة يعني نسوية أو جمعية نسوية لرفع قدرات الشباب من الجنسين، وكانت تحركت. أيضا من خلال تغطيتي لمفاوضات نيفاشا، كان الدكتور جون غرام الراحل تحدث عنها إنها أول امرأة زارت المناطق التابعة للحركة الشعبية بكل شجاعة، وصلت مواقع الفئة التي تقع تحت سيطرة نفوذ الحركة الشعبية، والتقت بالنساء والشباب والأطفال. وما تتميز به الأستاذة فاطمة إنها هي شخصية عاطفية، يعني أبسط المواقف يعني مرهفة، تبكي عندما ترى الأطفال، وكانت مهمومة ب يعني إيواء الأطفال المشردين، ومهمومة بتوفير الأغذية والكساء والتعليم لكل الأطفال. إذا أخذنا مساحات كبيرة لساعات طويلة أن نتحدث عن فاطمة لا نوفيها حقها، لكن فاطمة هي امرأة يعني كما قال الشاعر امرأة ولا دست رجال حقيقة لما قدمته وستظل تقدمه. وهي فاطمة ليست يعني في إطار الاتحاد النسائي السوداني أو عضو قيادي في الحزب الشيوعي السوداني، فاطمة واحدة من رموز الحركة الوطنية السودانية، ويجب أن يعني يتعامل معها الإعلام على هذا الأساس. هي ملك للشعب السوداني، هي قدمت للشعب السوداني، قدمت بصمة في مجال الحقوق والحريات بكافة المجالات. أستاذة فاطمة أحمد إبراهيم، يعني ظلت هذه النغمة الديمقراطية والحكم العسكري، الحكم الديمقراطي، وكثير من الاصطلاحات التي يبرر بها لتغيير الأنظمة أو لقيادة بعض أو مناهضة الأنظمة. يعني تفتكري يعني الذي تحقق في العهود العسكرية بالنسبة للسودان، كثيرون يقولون ذلك وغيرهم يقولون غير ذلك، مش كده؟ لكن للحق والتاريخ، يعني إذا نظرت بصورة فاحصة تلقي الذي تحقق في مجالات كثيرة جدا في الأنظمة العسكرية أكثر
من الأنظمة الديمقراطية رغم قصر المدة اللي بتجلس فيها الحكومة الديمقراطية. فليه ده؟ والله طبعا هي الأنظمة العسكرية حكمت أكثر، يعني ليلة نحن لو شفنا الفترات بتاعتها ثلاثة، يعني نحن مقدر لنا أن نحن أو بين الـ 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 النظام العسكري كان 4 سنين، لذلك ما في يعني فترة الديمقراطية كانت بسيطة. حتى لو سنة ما ممكن يكون في يعني في مجهودات يعني. لا لكن مهما تكون ما زي دولة اللي هم ماسكين كل حاجة ويقلبوا، نحن يا دوبك نطلع من التخلص من النظام العسكري بعد 4 سنين. يعني لو مسكت من بتاع عبو تشوف 4 سنين مخططة لنا، 4 سنين شوية انقلاب آخر. طيب عبود ما مسك 6 سنين مش كده؟ يعني 6 سنوات. تفتكر الذي تحقق في عهد الفريق عبود الله يرحمه والكثيرون عاشوا تلك الفترة وانت عشت تلك الفترة، يعني من 58 لحد 64 يعني لو 6 سنوات، وبعد جاء حكم اكتوبر جاء برضو 5 سنوات مش كده لحد 69 مش كده؟ يعني بعد اكتوبر كان في حكم ديمقراطي من 64 لحد 69. الذي تحقق في عهد عبود لو عملنا إحصائية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المعمارية ومن الناحية أكثر، يعني دلوقتي عملنا مقارنة بحكم عسكري 6 سنوات وحكم ديمقراطي أو حكم الأحزاب 5 سنوات، في حكم عبود الناس لو عملنا استطلاعات رأي وعملنا قبل كده وكثيرون تحدثوا إنه في عهد عبود زي ما قالوا ضيعناك وضعنا معاك الشعب السوداني، ماذا تقولين في ذلك؟ يعني تعلقي على بماذا؟ أعلق بأنه الحكم العسكري مثلا عبود، لأنه الحاكم هو واحد معاه ناس العساكر. طيب طيب. اللي هي ضمن الناس التانيين في التدخل. ما زي النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي ده بيتدخل بهنا ده بيعمل بهنا. يأخروا التنمية. يأخروا التنمية. يأخروا التنمية. لا لا هي طبعا لا مش بيسووا. على بالنا أنت ده بهنا يتدخل وده بهنا يتدخل. هناك هو مانع الناس ما تتكلم، هو بمزاجه بيعمل الدايرو 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 ما من اجل التقدم في المجالات كافة، يعني ما بيعمل حاجة ضد الناس، بيعمل حاجة لخدمة الناس. اوكي ضد الناس لما نعمل لا انت ما بعايني ليه ضد الناس، انا بتكلم بعايني ضد الناس، انا بعايني ضد الناس لانه التنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والعلمية يعني دي كلها اشياء التنمية حصلت في عهد الفريق عبود ما زي من 58 ل 64 بشبه القاصي والدالي، لكن من 64 لحد 69 ما كانش في يعني من الخلافات التي تحدث بين الاحزاب. انا حقيقه يعني بتحدث من ملفات التاريخ، يعني بحكي عن حاجه يعني لها مرجعيه. يعني لو عملتي يعني مقارنة بين الذي تحقق في عهد الفريق عبود من تنمية ومن 64 إلى 69 تجدي الذي تحقق في عهد الفريق عبود أكثر، ودي ممكن الناس تتناولوا بالتفصيل. أنا داير ليه ما تحققت تنمية كما تحققت في عهد الفريق عبود من 64 إلى 69؟ هل خلافات الأحزاب مع بعض؟ هل لأنه ما بيتفقوا على رأي واحد؟ لكن حتى التنمية في عهد عبود هل سووها ضباط الجيش؟ معليش خلينا نخلص خلينا نخلص. ما عملوها ضباط الجيش طيب، ولا عملوها القيادات مع عبود الحاكمين لنا، عمل الشعب اللي هي السبب. شنو في الحتة دي؟ طيب انه صحيح ما بتبقى فيه خلافات بين الاحزاب ويضيعوا الوقت ده يهاجم ده وده يهاجم ده. ايوه لكن كمان دولة الأنظمة العسكرية
ما بالمستوى اللي كان مفروض تبقى فيه التنمية بالمستوى ذاك. وبعدين كبت الحريات حتى لو عمل النظام بيكون قابض وبعدين بمنعك انت تقول رأيك ولا تنتقده حتى لو في حاجات هم عملها بطالة لكن ما في جل قدر يقول ليه حاجات كثيرة عملها كويسة مش كده لا عملت كويسة ليه ما هم لازم يعملوا حاجة طبعا ما ممكن كلها تبقى ضرب وتبقى بتاع لكن ده يعني ما بيخلينا نقول والله الأنظمة العسكرية أهم من الحريات الديمقراطية لا إطلاقا لأنه هي لو كان الأنظمة العسكرية دي أولا ما جاء برضا الشعب اثنين ضغطوا الشعب منه لازم يعملوا حاجة لكن ما كيف ما يعملوا شيء طيب تفتكري أنت يعني حرية الرأي هل بتعني الفوضى يعني حرية الرأي يعني عندما تطلق الحكومة حرية الرأي هل بتعني فوضى الرأي ولا يجب أن يكون هنالك الرأي يكون الرأي له حدود وفي خطوط حمراء ما بتعني الفوضى ما بتعني الفوضى لكن ما ممكن يجي نظام يحل الاتحاد النسائي يحل الحزب الفلاني يا أخي ليه ممكن هو كحاكم يجي وحتى في الديمقراطيات لو الحكام بتعمل كده في دين موجودين أنهم هم يساعدوا في أن الأحزاب دي والمنظمات دي يسهلوا لا أن هي الساعدة تكون تحت عباءتهم هم يشتغلوا لو أدونا الفرصة اتخيل أن كل المنظمات في مجالها تشتغل ده كان النتيجة كانت بتكون أكبر مما تحت الأنظمة العسكرية فلذلك الأنظمة العسكرية ما هي جات وما جاب زول وجات بالقوة ما لازم تعمل حاجة لازم تعمل شيء وما بيسوي شنو جاي تعمل شنو ولذلك وهي سويته ما بالقدر اللي كان مفروض يتعمل هي ذاته ما بالقدر لكن أكثر من أن يتعمل في الأنظمة الديمقراطية لكن يعني برضه مقصروا لأنه كان ممكن يعملوا أكثر أستاذة فاطمة أحمد إبراهيم يعني في الأعوام يعني 65 لحد 69 أنت يعني خطي التجربة البرلمانية عندما تم انتخابك عن دوائر الخريجين مستقلة كنت الوحيدة طبعا المرأة الوحيدة بين 365 نائب مش كده؟ نعم أول حاجة أحكي لنا عن المسألة دي وبعدين كيف كانت معاملة النواب للمرأة الوحيدة داخل البرلمان بين 365 نائب كيف كانوا يعاملونك وبعدين هكلمين على المكاسب التي تحققت في من 65 ل 69 وأنت كنت عضوة بالبرلمان